أسد أطلسي جديد بألوان بافارية. من هو آدم آزنو؟ منابع مواهب كرة القدم المغربية لا تنضب، وها هو شاب جديد يصنع مسار النجومية الخاص به ويفرض موهبته على جماهير بايرن ميونخ الألماني. إنه آدم آزنو، ابن 17 عاماً، الذي وصل إلى الفريق الأول للنادي البافاري خلال الأسابيع الأخيرة، ونال إعجاب المدير الفني توماس توخيل في مركز الظهير الأيمن. ولد في إسبانيا لأبوين مغربيين في عام 2006، وبدأ مسيرته في أكاديميات وأندية محلية قبل أن يصل إلى مدرسة كرة القدم بنادي برشلونة. تحدث الكثيرون عن موهبته هناك، ولكن أزمات برشلونة الاقتصادية لم تمكنهم من الحفاظ على موهبته، ليرحل في انتقال حر إلى بايرن ميونخ في عام 2022، وبعقد يمتد حتى 2025. يكمل آزنو عامه 18 في يونيو المقبل، حيث سيتمكن بايرن ميونخ من توقيع أول عقد احترافي معه حتى عام 2025. لعب آدم قليلاً لمنتخب ناشئي إسبانيا قبل أن يستقر على تمثيل المغرب، ولكن المدرب سعيد شيبة استبعده من حسابات أشبال الأطلس في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة في إندونيسيا. ولكن بلا شك ستتركز عليه أعين وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب الأول خلال السنوات القليلة المقبلة.